الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأخذها من تحتها. يلا كمل لي هذه. فأنا قد جعل ربك تحت جذري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنشيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا أخت هارون كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف أكلمها إن كانت في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أبرا بوالدتي ولا يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. والسلام عليك أيها الملاك الطاهر يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. عبد الرحمن فارح مشاهدينا الكرام، الطفل المعجزة، يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، بل ويحفظ أطول سور القرآن الكريم. اخترنا لكم هذه الليلة بصوته ما استمعتم إليه من سورة مريم عليه السلام. لا يسعني مشاهدينا الكرام إلا أن أطبع على جبين الفتى، على جبين الملاك عبد الرحمن، قبلة إعجاب وإجلال وإكبار. هذا الفتى هو أمل الجزائر مشاهدينا الكرام. أدعو معالي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأستاذ بالخادم، الأستاذ عبد العزيز بالخادم، لتتويج الملاك عبد الرحمن ببرنوس الفارس، فارس القرآن الكريم، رفقة السيد المدير العام.